خويا سميتي زهرة، يعني تصبت مرض سرطان الثدي. كنت خدامة على خوتي أول حاجة، هو الأولين، وكنت خدامة شوية. تزوجت ولد وليداتي، تا يعني كافحت معاهم تا هما. كنت خدامة نعاون على قبل زمان، ولكن أخويا مني تصابت بهذا المرض، تصابت بهذا المرض اش غنقول لك، يعني تحطم لي كل شيء في حياتي. كيفاش مرضتي بهذا المرض هذا؟ يعني عاودي لينا، احكي لي. خويا كنت اول كنت داخله للدوش، انني تزوجت لقيت بالزوله كبر من بالزوله، مشيت للطب عام، درت دوزات ليا، قالت لي انا ما نهضرش معاك دابا، تجيبي لي موموغرافي. درت موموغرافي، خرجت لي خايبه انا فيها السرطان. يعني ملي سمعت السرطان اخويا راني تهدمت كلي، يعني الحياه ديالي، الحياه ديالي كلها مشات لي. يعني ما تقبلش انني قلت انا شوف ما ضراني حتى حاجه، وقلت يعني بخير ولا خير ما خاصني حتى شي حاجه، يعني عايشه لقبل عايشه لقسم الله، يعني غاديه على حساب على قبل الوليدات والمعيشه على قد الحال، فهمتي؟ ولكن اخويا ملي تصابت بهذا الشيء يعني تهدمت لي حياتي وقلت شي، انا تعرف الفقر وقلت شي يعاونني ولا يوقف في جنبي. هبط الميكرو شويه فهد. يعني ما لقيت لا حنين لا رحيم اللي غادي يعاونني ولا يوقف في جنبي. لقيت الله سبحانه وتعالى، يعني قاومت راسي لراسي، فهمتي؟ يعني دوزت كندير الشيمي، كنمشي في الترام ونجي في الترام، يعني راك عارف كندير الشيمي خاصني كنبقى نرد، يعني ما حتى النفسيه ديالي ان ما بقيتش قاده كملي. يعني حتى النفسيه ديالي تحطمت، فهمتي؟ يعني ما بقيتش لا حنين لا رحيم اللي وقف معايا. ما وقفش معاك يعني العائله الخوت؟ يعني عانيتي انت، دوزتي برضو تمحنتي انك يعني اش نقول لك، غنكذب عليك الحقاش كلك يعرف راسو راسو. خوتي ما عقلوش عليا، توحل ما قال لي شكون اللي قال لي خويا. هذيك النهار مشيت عير باغا نشرب كاس ديال اتاي، قال لي انا واش انا نصير نخدم وتي تاكل لي في رزقي؟ يعني هذا خويا غادي يبقى يقول لي خويا هاد الهضره حشومه كاع، يقول اش غناكل لي كاع. كيفاش لقيت اخويا راسي مريضه؟ يعني راه انني تحطمت، فهمتي؟ يعني كنت صحيحه بخير على خير، تصبت راسي انني عندي السرطان. يعني بقيت كنفكر عين الوليدات، وكنشوف هالمرحله خويا ديال الشيما ان دازت عليا صعيبه بزاف، صعيبه بزاف كاع. يعني ما كنتش حتى على ديال الشيمي دازت عليا وصعيبه، يعني ما كنتش كندوزو ما كنشربش، يعني كنمشي كنبقى خمس ايام وانا في الفراش ناعسه، حتى الضو ما كنبغيهمش يشعلوا عليا. كيفاش مشيتي للسبيطار؟ كيف للسبيطار من قالوا لي تبعها الطب ديال النساء، مشيت اخويا عند طب النساء، قال لي شوفي اختي، المهم دابا غنحيدو لي الولسيسه منا شويه. قال لي غنمشي نديرو لها التحاليل، ملي غنديرو لها التحاليل غنشوفوها واش مزيانه ولا ما مزياناش، غنتاكدو مزيان. حيدوا لي منها شويه، لقاو عندي سرطان. من جبت لي خويا التحاليل قال لي شوفي بنتي ما نقدر نخزن منك والو، انك ما غتحيدي البزوله كامله، البزوله كلها غتحيدها من ديك اللحظه. خويا انا راني تفاحت، ما راسي ما عقلش عليه، بقيت كنبكي. قال لي شوفي راه طلبي الله يشافيك، ولكن شي ناس كثر منك وهادي، ودابا تشوفي. قال لي راه تصحي ان شاء الله وهادي، بقى يصبرني، يعني عطاني واحد امل في الحياه، امل في الحياه وامل. عطيته حتى راسي لحقاش انا عندي وليداتي، من خرجت ولقيت العيانات كيهضروا وداك الشيء، قالوا لي اش قال لك الطبيب؟ قلت لهم راه قال لي عندك السرطان، ولكن غتحيدي البزوله كامله باش ما يضيعش لك المرض لجهه اخرى. يعني انت كرطني حتى تحت الطابق ديال البزوله، وكلها البزوله والطابق بجوجهم. فاش معاك اخويا؟ مشيت لراسي، والله شاهد عليا حتى مشيت لراسي. يعني ما نكذبش عليك اخويا، هادشي اللي كاين. كسيتي انت؟ حسيت اخويا اننا بقى فيا الحال، بقى فيا الحال بزاف لحقاش. يعني قلنا ان لي عائلتي ما عندهمش الفلوس وانهم فقراء وانه على قد الحال، ولكن انا يسال عيري يوقفوا في جنبي،
فهمتي، انا ما طلبت منهم والو، يوقفوا في جنبي يعني ملي راه نفيق ونكون انني نفقت من البنجي ولا باش نلقى عائلتي. بعد شويه عندي نفرح نقول راه عائلتي جاو، يعني لقيت اخويا البراني، بزاف الناس اللي وقفوا معايا جو عند السبيطار، وعائلتك يعني نسيتك، يعني اللي ما تجيش عندك يعني ملي كنمشي ندير شي متصور شي ملي كنمشي نديرو، وكنبغي نجي كنلقى كنجي اللي جايين مع امه واللي جايه مع خالته واللي جايه مع عمتو واللي جايه معاه كيتسناو فيه، وانا كنمشي خويا نركب في الطرام على راسي ونجي راسي. يعني تألمت بزاف اخويا، حتى دابا انني نفسيتي راه باقا مريضه، انا باقا مريضه بزاف لحقاش كان بعض الخطرات كنتفكر هادشي اللي داروا معايا، تفكر هادشي اللي داز عليا، رحمه الله وشكرته اول حاجه هادشي اللي داز عليا اخويا صعيب بزاف. دابا العلاج اخويا انني كملت الشيمي وكملت البوله، ولكن العلاج عندي كل 3 شهور عندي فيزيتا خويا. علاش نقول لك دايره الطابله فيها بيمو قدام الباب، لا ما كنخصنيش نخرج بالنهار، كنخرج شال وكاك شي العشيه وكتي حيد الشمس، لحقاش الشمس صعيبه عليا وعلى عليا خويا. انني راه ساكنه في هذا البيت كلشي مجموع فيه، كلشي يعني وليداتي كلهم كنعسوا في هذا البيت، عندنا هذا البيت صافي. يعني انني خدمت وضربت تماره، ولكن ما عرفتش راسي انني غادي نتصاب بهذا المرض، يعني فهمتي ما حسيتش بانني شي نهار غادي نمرض ولا هذوك. كنطلب انا من خوتي المغاربه يعاونوني لحقاش انا ما عندي لا حنين ولا رحيم، ولكن كنترجاهم هما يساعدوني فهمتي، الا ساعدوني حيت انا خدتهم مسلمه بحالي بحالهم. كنطلبهم يعاونوني، ولا عرفتي اخويا راه دابا شتي فيزيت وكلشي فاتح على التاريخ، كنطلبهم يعاونوني يساعدوني، الله يجازيهم بخير كلشي. شوف خويا انا بغيتهم يعاونوني، ما يعاونوني في التحاليل، يعاونوني في الفيزيت اللي غندوز دابا اللي فات عليها الوقت، وبغيتهم يساعدوني حتى لو كان شي بيع وشري نبيعها باش نعاون وليداتي، باش يلاه نتكافى مع الوقت. راك عارف الوقت صعيبه والدراري مسؤوليه عندهم المدرسه، خاصهم بزاف د الحوايج، يعني باقا وليداتي صغار فهمتي، ندير شي بيع وشري واخا انني ما نخرج نمشي نبيع هنا قدام البابنا ولا قدام الدار ولا شي حاجه. جاي الدخول واخويا انا مقيده معاه في المخزن وهو كيقراو في المخزن، ولكن راك عارف الدراري الا كان في المخزن خاصك ضروري تزيدي لي السويع، يعني خاصك تعاوني بالسويع. وخويا انا ما لقيت باش نشريت الدواء، باقا لي غير الكتوبه.